مستشفيات بلبنان تستعد للحرب، خطط تدريبية للتعامل مع حالات الطوارئ لرفع جاهزية العاملين في المجالات الطبية في حال اندلعت الحرب بين حزب الله وإسرائيل ردا على اغتيال القيادي في الحزب فؤاد شكر في بيروت نهاية يوليو الماضي. الصحة اللبنانية وضعت خطة لتقييم احتياجات المستشفيات وتوفير الدعم النفسي للكوادر الطبية وتعزيز مهارات المسعفين للتعامل مع حالات استقبال عدد من المصابين في آن واحد. المرحلة اللي هلأ نحن فيها، نحن عم ندرب الموظفين سواء بالقطاع التمريضي سواء بالقطاع الطبي، الإداري، الأمن، كل الناس المعنية بقلب الشغل بقلب المستشفى عم تخضع لنفس التدريب وبنفس المستوى. منذ بدء التصعيد العسكري بين حزب الله وإسرائيل قتل نحو 600 شخص في لبنان، بينهم نحو 380 شخصا ينتمون لحزب الله، وتسببت الحرب الحالية بنزوح أكثر من 100 ألف شخص من القرى والبلدات الحدودية في جنوب لبنان.